تمام مع
انفكشن اديله انتي بايوتيك. ممكن اعمل له عمليه؟ اه ممكن اعمل له عمليه، ودي هنفهمها في السيرجري، السيرجيكال انترفنشن بتاع البركوزفين. تاني كومبليكيشن للبركوزفين البليدنج. تمام؟ العيان ده ممكن يجي بريفيوز بليدنج، بليدنج كتير. ليه؟ حتى بنقول كده في الكتاب ان هو البليدنج ده ممكن البيشنت تيجي كانه بينزل فروم هيز هارت. ليه بينزل فروم هيز هارت؟ اشمعنى البلد جاي من الهارت نفسه على رجله؟ عشان الفالفات بتبقى انكومبتنت. ومفيش فالفز في الابدومينال فين. البلد كانه نازل من الهارت نفسه. يعني مفيش فالفات في الابدومينال فين وفالفات رجله كلها انكومبتنت، فلما بيحصل بليدنج من العيان ده بيبقى بريفيوز بليدنج. مفيش حاجه فالف هتسد. تمام؟ او ممكن يحصل كالسيفيكيشن فوق الثرومبوس اللي حصل في السوبرفيشال فينز. تمام؟ طيب عيان الباركوز فين ده عايز اطلب له انفستيجيشن، اطلب له ايه؟ هطلب له دوبلكس او بينوجرافي. تمام كده فاهم؟ عيان الباركوز فين ده عايز اعمل له مانجمنت، همانجه ازاي؟ فاي حاجه في الجراحه عندنا ريبريزنتيف مانجمنت وسيرجيكال مانجمنت واند مانجمنت. ايه الريبريزنتيف مانجمنت؟ ان انا البس العيان ده شراب دوائي. تمام؟ البس العيان ده شراب دوائي الاستيك ستوكينج. طيب ايه انواع شرابات الدوالي؟ ان انت وانت مثلا في الوحده الصحيه حد هيجي كرتون الشراب كده جاي من بره، يا دكتور انا عندي دوالي ينفع البس الشراب ده ولا لا؟ شراب الدوالي ده انواع. تمام؟ ايه انواعه؟ اول حاجه على حسب البريشر بتاع الشراب. في حاجه اسمها جريد 1. يعني شراب بيضغط من بره على الوريد جريد 1. جريد 1 ده من 6 ل 12 ملم مركري. طيب الجريد 1 ده بستخدمه في ايه؟ بستخدمه في البروفيلاكسز اجينست الديبيتي. يعني لو عيان يانج ايج وعنده باركوز فين وجاي لي بشراب مكتوب عليه جريد 1 من 6 ل 12 بس، لا ده ما ينفعلكش ان انت هيمانج ده في الباركوز فين. ده خفيف خالص. امال ايه استخدامه يا دكتور؟ ده استخدامه لو لقيت بتعمل عمليه وخايفين يحصل لك ديبيتي اثناء العمليه. فهتلبس الشراب البروفيلاكتيك ده اللي هو جريد 1. تمام؟ في حاجه اسمها جريد 2. تمام؟ جريد 2 كومبريشن. ده من 20 ل 30، من 20 ل 30 ملم مركب، يعني هيضغط على الرجل من بره بمقدار من 20 ل 30، هو ده بتاع المانجمنت بتاع الباركوز فين. تمام؟ في جريد 3 كومبريشن، ده من 35 ل 45، ده بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في حالات الفينس ألسر وحالات الليمفديما. تمام يا دكاتره؟ ده الكونزرفتيف مانجمنت بتاع الباركوز فين. عامل له ايه؟ البسه شراب دوائي، وعرفنا الانواع بتاعته. النوع الاول الجريد 1 والجريد 2 والجريد 3. في على حسب المقاس بقى بتاعه اللي هو مثلا الطول بتاعه بلوزه ني، اباف ني، بنطلون. تمام؟ امتى بستخدم مثلا البلوزه ني لو الباركوستي الباركوز فين البلوزه ني معظم الوقت بيبقى كافي. الاباف ني لو في انكومبتنت في صفر الفومرال جنكشن. البنطلون لو البيشنت دي حامل لو عيانه بريجنانت. تمام؟ عندها سكندري باركوز فين، يعني عيانه بريجنانت لو عندها باركوز فين هتبقى برايمري ولا سكندري؟ هتبقى سكندري. تمام؟ دي هتلبس شراب دوائي بنطلون. تمام؟ بالمانج بتاع الباركوز فين اول حاجه كونزرفتيف كده خلصناه. نخش على السيرجيكال مانجمنت. السيرجيكال مانجمنت بعمل ستريبنج للسفنس. تمام؟ وبربط السفن الفيمورال جنكشن. تمام؟ لو الانكومبتنت الجريتر سافنس فين؟ هشيل الجريتر سافنس فين؟ سافنس يعني ايه؟ يعني واضح. الجريتر سافنس فين؟ يعني الوريد الواضح. تمام؟ لو المشكلة في الليسر سافنس فين؟ هشيل الايه؟ الشورت سافنس. تمام؟ وهربط البروفريت. الانكومبتنت البروفريت لازم هتربط. ده السيرجيكال مانجمنت. تاني السيرجيكال مانجمنت. استريبنج. تمام. نعم؟ ايه مش متخيل. عشان نتخيل السيرجيكال مانجمنت هنشرح الاناتومي. تمام يا دكاتره؟ انا عندي الباركوز فين دي بتيجي في السوبرفيشال فينس سيستم. تمام؟ مفيش باركوز فين في الديب فينس سيستم. احنا بنحكي اللي احنا بنحكيه ده على السوبرفيشال فينس سيستم. طب ايه السوبرفيشال فينس سيستم دوت؟ بص يا دكاترة احنا بنتكلم مع بعض ان دي فود.
دورزر فينا سارش دي ماشيه في الدورزر اوبزرفمنت تمام. في الجريتر سفنس فينا ماشي قدام الميديال مانيولس ويقسم كده لغايه لما ينتهي في السفن الفومرال جنكشن. السفن الفومرال جنكشن دي الجنكشن ما بين السوبرفيشال سيستم والديب سيستم. طب سوبرفيشال لايه وديب لايه؟ للديب فاشيا يعني كل اللي فوق الديب فاشيا بتاعت اللور لمب ده السوبرفيشال سيستم. اللي تحت الديب فاشيا ده اسمه ايه؟ الديب سيستم. تمام يا دكاتره؟ يبقى السفنس ده لونج سفنس يعني الوريد الواضح الطويل بالبلدي كده ده اللي ماشي قدام الميديال مانيوس بيبتدي في الدورزا فينس ارش بتاع الكوت في ارش كده في الدورزا مسافوت ويبتدي الميديال ازمت بتاعه يطلع كده يبقى اسمه ايه؟ جبتها سفنس فين؟ يفضل ماشي في الميديال ازمت بتاع الليك دوسان لغايه لما ينتهي في السفن الفومرال جنكشن. السفن الفومرال جنكشن دي ده ثقب في الديب فاشيا كريبيفورم فاشيا عشان يحصل له ايه؟ كونكشن مع الديب سيستم اللي هو الايه؟ الفومرال فين. تمام؟ اللاترال انت بتاعت الدورسال فينس ارش ده لسه سفنس. تمام كده ده بيمشي ورا اللاترال مانيولس ويمشي في الباك اوف ذلك لغايه لما ينتهي فين؟ في البوبليتيال فين. تمام يا دكاتره؟ لو انا عندي مشكله مثلا هنرجع بقى عشان نشرح الكونزرفتيف برضه المشكله في البرفوريتور ده بس اللي عباره عن الانجل. في هنا برفوريتور ايه البرفوريتور دوت وايه الكوميونيكيتور؟ الكوميونيكيتور دول بيكونكتوا السوبرفيشال سيستم من الديب سيستم. البرفوريتور دول اللي بيدرينهم من السكن على الديب سيستم على طول. ده الكلام مش عليه. اللي علينا ايه السوبرفيشال من السيستم وعلينا في حاجه اسمها برفوريتور وكوميونيكيتور. تمام؟ لو المشكله بس في البرفوريتور دول يعني البلاد بيرجع من الديب سيستم للسوبرفيشال سيستم. احنا مش قلنا الباب عباره عن باب؟ باب ضفتين. لو الضفتين دول مهويين البلاد يروح كده ويرجع كده، يروح كده ويرجع كده. فالبلاد ده هيتخزن هنا. عايز ادوس عليه من بره عشان ما اتخزنش بره، لا بس العيان ده ايه شراب كونزرت. تمام؟ يبقى كده لو المشكله هنا بس البس الشراب تحت الركبه. لو المشكله فوق هنا البس الشراب فوق الركبه. لو عيانه بريجمنت والكونفريشن فروم بتاع الدم انا البسه ايه؟ الشراب ده ولا بطاقه. تمام يا دكاتره؟ يبقى احنا كده شرحنا الكونزرت مع الرسم. هنشرح السيرجيكال على الرسم. تمام؟ لو عندك المشكله هنا في السفن الفومرال جنكشن وفي ريفلكس للبلد ده في كل السفنس، فالبلد ده السفنس ده هيبقى كله واسع وطويل وملون، يبقى لازم اشيله كله. تمام يا دكاتره عامل له حاجه اسمها ايه؟ ستريبنج. ايه الستريبنج ده؟ بدخل الستريبر عباره عن سلك كده. بدخل الستريبر هنا من السفن الفومرال جنكشن وامشيه ريتروجريد. ازاي يا دكتور امشيه ريتروجريد لما البلد في الفينس المفروض بيمشي من تحت لفوق. صح ولا انا بتكلم غلط؟ طيب ما لو الاستريبر ما عداش يبقى الفالف ده سليم يبقى ما شيلش الحته دي. مش يا دكاتره؟ بس ده كلام مش عليكم. لما زميلكم سالوه. تمام؟ يبقى انا معدي الاستريبر هنا من فوق لتحت. الحته اللي هيقف فيها الاستريبر دي حته سليمه. الفالف ما عداهوش. السكه لو عديت الاستريبر من تحت لفوق الاستريبر هيعدي هوا. ليه يا دكاتره؟ عشان هو مع طريق البلاد. تمام؟ فدي احنا اللي احنا علينا في المستوى الستودنت ان انا اشيل السفر. اللي انا عليا وانا ستودنت تمام؟ المهم خالص وانا ستودنت اقرا عن شراب الدوائر جريد 1 وجريد 2 وجريد 3 السؤال ده هيتسال في الوحده على طول. تمام؟ ده سؤال مهم. كان مش مطلوب مني ان انا اعمل عمليه دوائر. مطلوب مني اعرف الشراب. مطلوب مني ان انا اشوف الفاركوز فين ده اعرف برايمري ولا سكندري. تمام؟ مطلوب مني العين هيجي يشتكي بهيبنس ولا فيداليت تشرب فين؟ لا ده انت عندك باركوز فين. المفروض تعمل دوبلكس. ده اللي مطلوب مني. تمام يا دكاتره؟ ولو المشكله في الشورت سفنس اشيل الشورت سفنس. طب البرفوريتور دوت اشيل ايه؟ اعمل حاجه اسمها تريبل لايجيشن. يعني ادي السوبرفيشال سيستم وادي الديب سيستم. اربط رابطه هنا ورابطه هنا ورابطه هنا. تريبل لايجيشن على السوبرفيشال ده سفنس. والبرفوريتور ده اللي انكونفتنت. هربط البرفوريتور من هنا وهنا وهنا من الحته دي هتبقى دايليتد ولوجيتد وتورشنس. ممكن اكل وريته بالليزر حاجه اسمها اندو فينس ليزر ابليشن اكويه بالليزر. تمام؟ ممكن اكويه بالريدي فريكونسي بالاسكارت التردد الحراري. تمام؟ ممكن اعمل للفيركوز فيندي انجكشن سكليرو سيرابي. تمام؟ احقن فيها سكليروزنج ايجنت. تمام؟ احنا علينا العناوين.
اعمل السيرجيكال مانجمنت فاركوس فين. ممكن يا ست تعملي ليزر، ممكن تعمل ريدي فريكوانسي، ممكن تعمل انجكشن. تمام، لو هتمشي كونزرفيتيف هتلبس الشعر. يبقى الفاركوس فين ده عرفت الديفينيشن، عرفتوا التقسيمه بتاعتها، عرفتوا العيان هيجي يشتكي بايه، عرفتوا ايه الفحص اللي مطلوب اطلبه للعيان دوت، الدوبلكس او الفينوجراف هطلب له دوبلكس. تمام، عرفتوا هعالجها ازاي. لما الدكاتره ده النص الاول في المحاضره. حد عنده سؤال؟ والمحاضره انا بعتها لزميلكم امبارح. تمام، هنخش في النص الثاني من المحاضره اللي هو الالسر. تمام يا دكاتره، هنشرح الالسر. يعني ايه السر؟ الالسر ده عباره عن ديس كونتينويشن في السكن او في الميوكاس ممبرين. الانسان كله متغطي بسكن يا ميوكاس ممبرين. تمام، الكفرج بتاع الانسان كله يا سكن، الاوبننج دي بتتغطى بايه؟ بالميوكاس ممبرين. اي ديس كونتينويشن اقرا في السكن او في الميوكاس ممبرين ده اسمه ايه يا دكاتره؟ السر. اسمه السر. تمام، احنا علينا في الباسكولار ثلاث انواع من الالسر اللي احنا هنشرحها. الفينس ألسر، الاسكيميك ألسر، النيوروباسيك ألسر. تمام يا دكاترة؟ أول واحدة اللي هي الفينس ألسر. طيب، الفينس ألسر دي معلش هرسمها في الرسمة اللي كنت رسمها. تمام؟ معلش. الفينس ألسر دي عبارة عن قرحة وردية. تمام يا دكاترة؟ لها نوعين، لها فاريكوس ألسر وبوست فليبيتك ألسر. يا إما الألسر دي سببها دوالي، يا إما سببها إيه؟ بوست فليبيتك. معلش أنا بتكلم بالعربي كتير عشان أوصل لكم المعلومة، مش كده أحسن؟ تمام؟ الفاريكوس ألسر اللي هي القرحة الوردية بتاعت الدوالي دي، سببها إيه؟ سببها الدوال. الدوال ده يبقى سببه ايه؟ سببه ريفلكس. يعني ايه ريفلكس؟ البلد راجع. يعني احنا قلنا هنا ايه؟ السفنس اهو، الدوزا دي ناس اهو، والنسا بتاخد، قلنا في حاجه اسمها هنا الانتكسيستم. تمام؟ عشان اعمل قرحه لازم اعدل الضغط جوه الوريد، اعمل حاجه اسمها فينس هايبر تنشن. اعدل الضغط الوريدي في المنطقه دي. اكتر منطقه ممكن يعلى فيها الضغط اللي هي ايه؟ المنطقه اللي من تحت خالص. ليه؟ من كل البلد لما يرجع هيرجع عند الني جوينت؟ لا، هيرجع عند قلب الفوت. يبقى اخطر منطقه هيعلى فيها الضغط المنطقه دي اللي هي المنطقه اللي من تحت. كمان المنطقه دي فيها ثلاثه برفوريتور جنب بعض، 2 و4 و6 انش فوق الميديال مانيولس. يعني دكاتره فوق الميديال مانيولس كده 2 و4 و6 انش هلاقي فيه ثلاثه برفوريتور. اللي مش انترستد يطلع، اللي مش انترستد يطلع. مش انترستد. تمام؟ 2 و4 على 6 انش فوق الميديال مانيولس. يبقى اكتر حته من تحت هي، وحته فيها ثلاثه برفوريتور جنب بعض. تمام يا دكاتره؟ يبقى اكتر حته هيعلى الضغط دي فيها هيبقى هي المنطقه دي اسمها ايه؟ الجيتر اريا. اسمها الجيتر اريا. تمام؟ ده منطقه القرحه الورديه اسمها الجيتر اريا. تمام؟ ليش معنى المنطقه دي اكتر حته من تحت في الليج وفيها ثلاثه بورفورين؟ طب ايه اللي هيحصل بالظبط في الحته دي عشان يحصل الالسر؟ احنا قلنا هيحصل ايه؟ هيحصل فينا سايبر تنشن. طب وبعدين لما يعلى الضغط جوه الوريد؟ تمام؟ احنا عارفين الكونكشن ما بين الفين والفينيول والفينس اند بتاعت الكابيلر والارتيريال اند بتاعت الكابيلر. ايه؟ الفين هيستحمل الضغط العالي، الفينيول هتستحمل الضغط العالي. الفينس اند بتاع الكابيلاري مش هتستحمل الضغط العالي، هيحصل ايه؟ اكسترا بازيشن للبلاط. طب الار بي سيز ده عباره عن ايه؟ عباره عن هيموجلوبين وعباره عن فايبرينوجين. تمام؟ الهيموجلوبين ده هيتحول لهيموسيدرين. اول ما يطلع بره الكابيلاري الهيموجلوبين هيتحول لهيموسيدرين. الهيموسيدرين ده لونه بني. هيعمل ايه؟ هيصبغ الجلد بتاع المنطقه دي يبقى لونها بني. وطلوعه بردك تحت الجلد هيعمل لي حاجه اسمها ديرماتايتس.
جلد بني وهتعمل لي ايه؟ ديرماتايتس. الله اكبر الله اكبر. طلع ايه؟ الار بي سيز. الار بي سيز فيها حاجتين، الهيموجلوبين والهيموسيدل. الهيموجلوبين ده اول ما طلع اتحول لهيموسيدرين في لونه بني. تمام يا دكاتره؟ وعمل لي بيجمنتيشن وعمل لي ديرماتايتس. طيب الكومبوننت الثاني الايه؟ الفايبرينوجين ده. الفايبرينوجين ده اول ما يطلع هيتحول لفايبرين. الفايبرين ده هيتلزع على الخليه من بره، مش الخلايا كده جنب بعض؟ الفايبرينوجين ده هيعمل فايبرين، هيعمل لي فايبر اسلوت حوالين السل. تمام يا دكاتره؟ طب الفايبر اسلوت حوالين السل ده هيخش الغذاء ازاي دي؟ مش الغذاء بتاع السل بالبرميابيلتي؟ مش هيدخل له الغذاء. يا دكتور اتفضل حضرتك يا دكتور يا دكتور مهم اتفضل لا اللي وراه اتفضل يا دكتور بعد اذنك اه اتفضل معلش انا اسف قال لي مش التريست بيطلع مفيش تغييب ولا الكلام ده ولا ليه اي اهميه تمام يا دكتور يبقى الفايبرينوجين ده يتحول لفايبرين، هيعمل ايه؟ فايبر اسكوت حوالين السل. فما فيش غذاء هيدخل للسل. هيحصل انوكسيا في السل دي. تمام؟ وهيحصل لها سافنج، هتقع الخليه ما مش مغذيه هتقع. اول ما تقع الخليه دي يحصل ايه؟ يحصل الالسر. تمام يا دكاتره؟ فهمنا موضوع الفينوس هايبرتنشن ده؟ الضغط هيعلى. تمام؟ الار بي سيز هتطلع بره الفينوس اند بتاعت الكابيلاريز. الار بي سي ده عباره عن هيموجلوبين وفايبرينوجين الهيموجلوبين هيتحول لهيموسيدرين فيصبح الجلد بني ويعمل لي درماتيتس تمام والفايبرينوجين هيتحول لفايبرين يعمل فايبر اسكوت حوالين الخليه والخليه هتقع تمام ويحصل ايه؟ الالسر الالسر ده عباره عن ايه؟ ديسكونتينويشن في السكين يعني السكين اللي ماشي كده وفجاه راح حصل فيه ايه؟ ديسكونتينويشن يحصل ده يوم الواحدة السر اسمها الجينوس يبقى فهمنا ايه سبب الفاريفوز السر الريفلكس في ألسر تاني بوست فليبتك ألسر سببها ايه؟ الاوبستراكشن. يعني في سد فوق فالبلاط مش ماشي كده. فالضغط يعني هنا اهو. تمام؟ في ألسر سببها الريفلكس والاوبستراكشن الاثنين موجودين. من كثر الاوبستراكشن البلاط باظت. تمام يا دكاتره؟ يبقى سبب الفينس ألسر ايه لو جت لنا ام اس كيو؟ الفينس هايبرتنشن. تمام؟ دي اللي كنا بنلبسها شراب دوالي جريد 3. تمام يا دكاتره ان الضغط عالي خالص فعايز حاجه جامده جدا تدوس عليه من بره. تمام؟ طيب الالسر هناخد فيها ايه؟ علق عليها في ايه؟ سايز تمام السايز والسايز والايتش والفلور والمارجن والبيس تمام؟ هنضيف على الفينس السر الارتيريال باتس لازم احس الارتيريال باتسيشن لو جت في شورت كيس او لونج كيس لازم اعلق على الارتيريال بالص ان انا احس البالص ان العيان مثلا لو مش حاسس له بالص هلبسه شراب مش هلبسه شراب شراب الدواني لازم يتلبس في عيان محسوس له الارتيريال بالصيشن كويس عشان ما يعملش في رجله مشكله ده كلام مهم ليكوا برضه مش الشراب ده انا ممكن اكتبه برضه قبل ما اكتب الشراب لحد لازم احس الارتيريال بالص عشان ما اعملش ايه اللم بتاعه سكيميا زود له السكيميا تمام يا دكاتره الانفستيجيشن بتاعت الفينس السر خدنا كلينيكال بيكتشر السايت بتاعها فين في الليتر اريا السايت بتاعها اس او تبقى السايز ايه الشيب هاوس في الشكل بتاعها هاوس في الاتش دي الايه دي المنطقه اللي اسمها الاتش ودي ده عين اللي انا شايفه في المنطقه دي اسمه ده الفلور الفلور نفس المنطقه البيز نفس منطقه الفلور بس انا حاسسها بكده تمام يا شباب المارجن اللي هي مسافه ما بين الاتش والهيلث سكين يعني لو ده هيلث سكين المسافه ما بين الايدج والهيلث سكين ده اسمها ايه؟ المارجن اللي بيبقى لونها ايه هنا؟ لونها بني تمام؟ يبقى فيها ايه؟ فيها انفلاميشن ودرماتايتس تمام يا دكاتره اللي عاملهم ايه؟ الهيموسترين اللي هو كان هيموجلوبين تمام؟ واعلق على الليمف نود الدرينج ليمف نود بتاعتها تمام يا دكاتره؟ طيب عايز اعمل انفستيجيشن للفينوس ارسو هطلب للعيان ده ايه؟ هطلب له دوبلكس. لو عنده اوبستراكشن في الديب سيستم هضيف هنا حاجه اسمها سي تي فينوجرافي، على الفينوجرافي هضيف سي تي فينوجرافي، هعمل له سي تي فينوجرافي
اشعه مقطعيه على اوردة بالسمك. فالعيان ده لما اطلب له تحاليل هطلب له ايه تحاليل؟ هطلب له 3 سي، هطلب له يوريا وكرييت عشان لما اطلب السي تي. تمام؟ ما ينفعش نطلب للعيان اشعه مقطعيه بالصبغه من قبل ما اعمل له وظائف كلى. تمام يا دكاتره؟ اطلب له بلين اكس راي على المنطقه دي، ان ممكن الالسر دي تبقى فيري ديب ومأثر على الريوستن بتاع الجوف وتعمل له اوستايتس واوستومايلايتس. تمام؟ ممكن اخد من الالسر دي بايوبسي ان هي ممكن تقلب ايه؟ مارجنين الالسر مع الكورونيك اريتيشن بتاع الهيموستري تقلب سكويما سيل كارسينوما اللي هي المارجنين الالسر، فممكن اخد منها بايوبسي. تمام يا دكاتره؟ هعالج الالسر، هعالجها ازاي؟ الفاسكولار، الكونزرفتيف والسيرجيكال والاند. ثلاث عناوين. هنكتب تحت كل عنوان كلمه الكونزرفتيف هنلبسها ايه؟ شراب دوائي جريد 3. برافو عليك. هنديها انتي بيوتيك. تمام؟ هنديها انتي انفلاماتوري. لو فيها اوبستراكشن في الديب سيستم بيرس اكتيفيتي هنديها انتي كوابولانت. السيرجيكال ايه؟ السيرجيكال لو هي فاركوز السر هعمل لها عمليات الدوائي. لو هي فاركوز السر هعمل لها عمليات الدوائر اللي هي ايه؟ الستريبنج السابلس هربط السابلس فومورال جانكشن. تمام؟ هعمل تريبنج تريبل لايجيشن للكومبتنت بروفريت، هعمل لها ليزر، هعمل لها ريدي فريكونسي. تمام يا دكاتره؟ طيب لو المشكله في بوست فليبتك اكثر المشكله في الديب سيستم هعمل بالون دايلاتيشن اند ستيندنج كلمتين دول بس. تمام؟ الشق الاولاني في المحاضره خلاص الفاركوز السر. دخلنا الشق الثاني اللي هو ايه؟ الفينس السر، القرحه. اول قرحه بناخدها الفينس السر، القرحه الورديه. خدنا ان هي القرحه الورديه دي نوعين، بعد الدوالي وبعد الديفيتي. تمام؟ وسط الفاركوز ووسط الالسر. عرفنا الباسوجينيسيس بتاعها ازاي؟ كلمه ايه؟ سبب فينس هايبرتنشن. عرفنا الفينس هايبرتنشن عين ازاي؟ وعمل ايه لما عين؟ لغايه ما وصلنا للالسر. عرفنا الكلينيكال ليكتشر بتاعتها. تمام؟ عرفنا ايه الفحوصات اللي هنطلبها للعيان ده، عرفنا ازاي هنمانجها. في حد عنده سؤال في العناوين دي؟ هي بنت اه فيري بنت هلبسها شراب وهي بنت اه. الكومبريشن في ريليف البين. وفي طريقه ثانيه برضك بس يعني مش على الليفل بتاع الستودنت، هو في طرق مختلفه خالص في الكومبريشن. اللي علينا كستودنت اللي هو جريت ستيك كومبريشن. الكلينيكال في حاجه اسمها الفور لير كومبريشن. يعني مثلا لو عندي الالسر دي مثلا سيفير دي انفكت فاتحه وعماله تجيب ديسشارج كتير، هعمل له ايه؟ فور لير كومبريشن. لو احط انتي بيوتيك الاول، بعد كده احط شاش في سبين، وبعد كده احط شاش في سوزنج ايجنت، بعد كده الف رباط ضغط عادي، بعد كده الف رباط ضغط لوس. مش رباط ضغط عادي، حاجه اسمها ايه؟ الاستيك كريب بنش. مش رباط الضغط اللي بيتشد ده. بعمل ايه؟ الاستيك كريب بنش. اسمها ايه؟ اسمها الانم، بس الكلام ده مش عليه. حاجه ثانيه اسمها ستيك ايد كومبريشن اللي هو الجلد الذروه. دي اجهزه موجوده بس لا اللي عليها في الليفل بتاعي شراب دوالي جنس دي. بس اكمل كلامي، لازم احس البلس الاول قبل ما اكتب له الشراب. تمام يا دكاتره؟ يبقى كده ايه؟ الفينس السر. هنخش على تاني حاجه اسمها الاسكيميك السر. تمام؟ ايه الاسكيميك السر دي سببها ايه؟ من ايه سببها؟ اسكيميا. اسكيميا يعني ايه؟ يعني الدم مش واصل. كلمه اسكيميا معناها الدم مش واصل بالبلد. طيب الدم مش واصل ده هتبقى موجوده فين؟ هتبقى موجوده في التب بتاع الدمس. تمام يا دكاتره؟ الانفستيجيشن بتاعتها ايه؟ الانفستيجيشن بتاعت الاسكيميا. اعمل له ارتيريال دوبلكس، اعمل له سيتي انجيوجرافي. امانيشها ازاي؟ اصلح الاسكيميا. تمام؟ دي الاسكيميك السر. تبقى بنتل جدا وبلاك ان كلر. تمام؟ ثالث حاجه اسمها النيوروباسك السر. ايه النيوروباسك السر دي؟ القرحه العصبيه دي يعني ايه؟ بس الالسر دي يعني عيان مش حاسس برجله فبيعمل انفولنتري كده كومبريشن بالفوت بتاعته على الارض عشان يحس بالارض. هل هو القصه دي بيبقى قصدها؟ لا. هل هو بيبقى حاسس انه بيعمل كده؟ لا برضه. اشهر سبب علينا اللي هو الدايبيتس. تمام؟ الدايبيتس بتعمل لي حاجه اسمها نيروباسيك الالسر. يعني القرحه العصبيه عيان رجله مش حاسس بيها،
فبيضطر ان هو يحط رجله في الارض جامد عشان يحس بالارض وهو ماشي. تمام يا دكاتره؟ ايه اشهر اماكن ليها؟ تمام؟ لو فرضنا ان في فوت عندك البكتور من تحت البنكيت بتاع الفيرست والفيبس والتفرسل بول والهيل اللي هي الاماكن بتاعت ايه؟ كومبريشن. انا لما بمشي بنزل بالوش. تمام؟ طب ايه الباثولوجي بتاعها؟ الحكه بتاعت السكن في الارض بتعمل حاجه اسمها الكالوزيتس. بيحفز الكيراتين، الكيراتين يطلع كتير، يعمل حاجه اسمها الكالو. لما بلبس جزمه ضيقه تمام انا ببقى حاسس. تمام؟ لو ما عنديش نيوروباثي ببقى حاسس. لما اروح البيت الاقي عمل الكالو. تمام؟ بروفلاكتيك ميكانيزم من الكالو دي بتتكون حاجه تحت اسمها البيرسا. البيرسا ده عباره عن كيس في سينوفيال فلويد. تمام؟ يبقى النيوروباثيك ألسر دي سببها ايه؟ العيان بيحط رجله جامد في الارض عشان يحس بيها. حكه الجلد جامد دي بتحفز الكيراتين انه يطلع. فلما الكيراتين يطلع كتير ويتربط فوق بعضيه مش الجلد بتاع الاستراتوفايتس كومس السينيوم كيراتينايز. الكيراتين هيطلع كتير هيتربط ويعمل حاجه اسمها ايه؟ كالو. الكالو ده الجسم يتكون تحت ايه؟ السولين اسمه البيرسا. لو حصل انفكشن في البيرسا دي هتقع هي وهيقع الكالو يحصل ايه؟ نيوروباثيك ألسر. يبقى النيوروباثيك ألسر دي عرفنا سببها ان هي مش في رجله، رجله جامد في الارض، تبقى موجوده في البيز بتاع الفيرست والفيبس والترسل بون والهيل. الكالو بيتكون بعد كده بتتكون البيرسا. لما يحصل انفكشن في البيرسا يحصل لها سلفن هتعمل الكالو تقع تعمل لي ايه؟ ألسر ديسكونتينويشن. دي الفحوصات اللي هطلبها من عيان ده ايه؟ اعمل له بلد اكس ري اشوف البون بتاعه متاثر ولا لا، في ديفورمتي في البون ولا لا. تمام؟ اعمل له دوبلر اتاكد ان الارتيريال سيستم بتاعه كويس. تمام؟ اعمل له ام ار اي على الفوت عشان الام ار اي هتديك تروس مايلاتس اكتر من البلين اكس ري. تمام يا دكاتره؟ لو فيها انفكشن هاخد منها كالتشر وسنسيتيفيتي. همانجها ازاي؟ في كونزرفتيف وسيرجيكال برضه، كونزرفتيف مانجمنت وسيرجيكال مانجمنت. كونزرفتيف مانجمنت ده ممكن انا مانجه في الوحده برضه عادي. هعمل له ألسر كده اعمل لها دريسنج بلوكال انتي بوتيك، ولو فيها انفكشن اديله سيستميك انتي بوتيك، والبسه الدايبيتيك فوت شوز ويز بريشر اوف لودنج اسمها كده. تمام؟ دايبيتيك فوت شوز ويز بريشر اوف لودنج. يعني ايه بريشر اوف لودنج؟ هشيل من على حته الألسر دي الضغط. طب هشيلها ازاي؟ هعمل له فرش. يعني ده الفرش بتاع الجسم. هعور تحت الكره، هشيل الحته اللي تحت الكره، هعمل فرش سميك. الفرش بتاع الجزمه هخليه سميك 5 مللي وهعور تحت الكره بالمعصر. يبقى انا كده عملت بريشر اوف لودنج. لما يحمل برجله تبقى الحته دي هوا، فالقرحه تلم. هي سببها ايه؟ عايزه حاجه صلبه من فوق البول بتاع الفوت والارض صلبه، ده صلب وده صلب. فالاثنين بيحكموا بعض كده عملوا له الكالو والبيرسا والالسر والقرح. لكن الجرح ده لو بيتحمل هنا على هواء هيلم. تمام يا دكاتره؟ ده كونزرفتيف مانجمنت. دايبيتيك فود شوز ويز بريشر اوف لودنج. ملمش معايا لا يا عم روح اعمل عمليه. كان الارتيريال بوزيشن بتاعتك كويسه خلاص. روح للدكتور الماسكولا هيشيل لك الهيد اللي عامله الالسر دي ويعمل لك دونوتيمو من فوق، يقص لك التندر دونوتيمو واسكولا. تمام؟ الديتيلز دي مش علينا، البريشر اوف لودنج ده عليه.